حربان كادتا أن تنهي العالم بمن فيه. يكفي أن تعلم أن الحرب الأولى راح ضحيتها 40 مليون قتيل، وشارك فيها 70 مليون جندي بقدهم وقديدهم. بدأت الشرارة باغتيال ولي عهد النمسا في دقيقة، لتشتعل حرب 4 سنوات أكلت الأخضر واليابس، ثم لتجر خلفها حربا أخرى بنفس المدة الزمنية وتحصد من القتلى والجرحى أرقاما مرعبة. هنا أحدثكم عن الحرب العالمية الأولى والثانية. شرارة الحرب. كان السبب المباشر لنشوب الحرب العالمية الأولى حادثة اغتيال ولي عهد النمسا مع زوجته من قبل طالب صربي، لكن الأسباب غير المباشرة للحرب جاءت نتيجة توتر العلاقات الدولية في مطلع القرن العشرين بسبب توالي الأزمات كأزمة منطقة البلقان وتصارع الدول الأوروبية للسيطرة عليها وطرد الخلافة العثمانية منها. فمع بداية القرن العشرين كانت منطقة البلقان في أوروبا تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار، فقد خرجت من سيطرة العثمانيين لتدخل تحت نفوذ الإمبراطورية النمساوية المجرية، وهو الأمر الذي لم يعجب الأغلبية السلافية ليقرروا مقاومة الإمبراطورية في أراضيها. وفي 28 من يونيو عام 1914 جاءت الفرصة لهم، فقد خرج ولي عهد الحكم الأرشيدوق فرانز فريديناند في جولة أمام الشعب في مدينة سراييفو أحد أكبر مدن البوسنة، لتقرر منظمة اليد السوداء اغتيال الأرشيدوق. وبالفعل وضعت 7 أشخاص على طول الطريق الذي يمر فيه، وخلال مرور سيارته ألقى أحدهم قنبلة يدوية عليها، لكنها انفجرت خارج السيارة ولم تصبه بأي أذى. لكن ذلك اليوم كان يحمل شرارة الحرب دون منازع، فعقب انفجار القنبلة اتجه الأرشيدوق لزيارة المصابين، وهناك شاهده اليوغوسلافي جافريلو برانسيب، وهو أحد الأشخاص الموكلين باغتياله، لينفذ المهمة على الفور ويقتل الأرشيدوق فريديناند، وعندها قرع طبول الحرب العظمى. أول الرصاصات. عقب اغتيال الأرشيدوق أرسلت الإمبراطورية النمساوية المجرية برقية لصربيا اتهمتها باغتيال الأرشيدوق، ووجهت فيها إنذارا أخيرا لها مع بعض الشروط التي يجب أن توافق عليها وإلا ستواجه الحرب. رفضت صربيا كل تلك الشروط واتصلت مع حليفتها روسيا تبلغها باقتراب الحرب، والتي بدورها أصدرت أوامر بالتحضير لها. وفي 28 من يوليو عام 1914 قصفت النمسا العاصمة الصربية بلغراد، واتفقت النمسا في ذلك الوقت مع ألمانيا ليكونوا في خندق واحد في الحرب. وخلال أيام قليلة كان الجنود كلهم على استعداد للقتال، فأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا، ثم اتجهت لإعلان الحرب على فرنسا، لتنطلق الحرب بين دول المحور متمثلة بالإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية الألمانية ضد دول الحلفاء متمثلة بروسيا وفرنسا وصربيا ومعهم بريطانيا التي سارعت للانضمام لدعم فرنسا. انفجار المعارك. منذ انطلاق الحرب كانت الدولة العثمانية تنظر للتحضيرات الروسية، وهما الدولتان التي يجمع بينهما عداء كبير. وفجأة أعلنت روسيا الحرب عليها بعدما كشفت عن اتصالات للدولة العثمانية مع ألمانيا. وقبل ذلك بأيام كانت اليابان قد دخلت الحرب في صفوف الحلفاء ومعها مملكة الجبل الأسود. اتسعت رقعة الحرب من أوروبا إلى أنحاء العالم بالكامل، حيث وصلت لمستعمرات تلك الدول في مختلف القارات، لكن ألمانيا كانت تعمل على الانتصار بأسرع وقت لتطلق خطة شليفان، والتي وضعها رئيس أركان الجيش ألفريد فون شليفان. كانت الخطة تعتمد على الدخول لفرنسا عبر بلجيكا والسيطرة عليها في غضون 4 أسابيع. في تلك الأثناء تكون روسيا لم تكمل عملية تعبئة قواتها، ما يسهل الهجوم عليها بعد هزيمة فرنسا. ومع حلول صباح 3 أغسطس اتجهت القوات الألمانية لبلجيكا
وأعلنت الحرب على فرنسا، لكن بلجيكا رفضت أن تكون ممرا لعبور القوات الألمانية وقاومت مقاومة عنيفة منعت خلالها الألمان من التقدم لتهاجم القوات الفرنسية الحدود الألمانية وتهزمها في معركة مار، ما أدى لفشل خطة شليفن فشلا ذريعا. وبدلا من السيطرة على فرنسا قامت بحفر خنادق على طول الحدود، وقامت فرنسا بالمثل على حدودها، لتتحول الجبهة الغربية إلى معركة استنزاف لم يتقدم فيها أحد وحصدت آلاف الأرواح من الجنود نحو روسيا. على النقيض من الجبهة الغربية كانت الجبهة الشرقية مشتعلة دائما، فبسبب الامتداد الواسع لها لم يتمكن أي من الطرفين الدخول في حرب الخنادق فيها، واشتعلت المعارك أكثر عقب انضمام إيطاليا لدول الحلفاء بعدما أعطت وعودا لدول المحور بالعمل معهم. وفي ذات الوقت كانت الدولة العثمانية قد فتحت جبهات عنيفة في القوقاز والشرق الأوسط، ما حول الكوكب بالكامل إلى شرارة لهب، حيث انطلقت العديد من الثورات المطالبة بخروج الاستعمار، وقامت الثورة العربية التي طالبت بخروج العثمانيين وقيام دولة عربية موحدة. وفي خضم كل هذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تلعب دور الحياد، ورفضت دعم أي من الطرفين حتى وصلت المعارك لأطرافها، وعندها كانت لحظة الحسم. التدخل الأمريكي. في أبريل من عام 1917 قامت غواصات ألمانية بإغراق سفينة تجارية أمريكية، وفي ذلك الوقت كشفت عن مباحثة بين ألمانيا والمكسيك على إعلان الحرب على أمريكا، لتعلن الولايات المتحدة رسميا دخولها الحرب بجانب الحلفاء. جاء ذلك بعد مرور ما يقرب 3 أعوام من انطلاق الحرب، ما يعني إنهاك قوة الطرفين، بالإضافة للسخط الشعبي على الخسائر المستمرة. ليمثل دخول القوات الأمريكية تغيرا جذريا، فقد ساعدت من خلال جنودها وأسلحتها الجديدة بحصار الموانئ الألمانية. وفي ذلك الوقت كانت روسيا تشهد ثورات وليس ثورة واحدة، حيث جاءت ثورة أولى لتطيح بالإمبراطور، ولحقتها ثورة ثانية أوصلت البلاشفة للسلطة، والتي كانت نتيجتها حرب أهلية طاحنة في روسيا. ومن ثم قرر البلاشفة إقامة السلام مع ألمانيا، لكن تلك الخطة فشلت وهاجم الألمان روسيا من جديد، إلا أن البلاشفة نجحوا بالتفاوض مع الألمان ليتم إبرام اتفاق سلام في مارس من عام 1918، ولتنجح ألمانيا بذلك من إخراج روسيا من الحرب وتتجه من جديد للجبهة الغربية. هزيمة ولكن نجحت ألمانيا بقلب الهجوم لصالحها لتتقدم على الجبهة الغربية سريعا، ووصلت لأبواب باريس تقريبا، لكن وجود القوات الأمريكية مع جيوش الحلفاء نجح بصد التقدم الألماني عند نهر مار. ومن ثم بدأت عملية التقدم نحو الحدود الألمانية فيما عرف حينها باسم 100 يوم من الهجوم، والذي كان هجوما كاسحا أرعب دول المحور وأظهر قوة التدخل الأمريكي، لتستسلم بلغاريا في سبتمبر ولحقتها الدولة العثمانية في أكتوبر. أما النمساويون فقد وقعوا هدنة مع إيطاليا لتبقى ألمانيا وحيدة تقاتل تقريبا، بعدما أنهك الجميع من تلك الحرب. وفي ذات الوقت شهدت ألمانيا اضطرابات واسعة، منها تمرد واسع النطاق في المدن الساحلية، ونتيجة لكل تلك الاضطرابات تخلى الجيش الألماني عن الإمبراطور ليجبر الأخير على التنازل عن العرش، ومن ثم تأسيس حكومة انتقالية سارعت على الفور للدخول بمفاوضات مع دول الحلفاء ليتفق الطرفان على الدخول بهدنة. وفي 11 من نوفمبر عام 1918 وفي تمام الساعة 11 صباحا توقف القتال على الجبهة الغربية، معلنة نهاية الحرب العظمى. حرب وخسارة. خسرت ألمانيا في تلك الحرب حوالي 2 مليون جندي، فيما قدرت خسائر فرنسا بأكثر من 1 مليون. أما الدولة العثمانية فقد وصل عدد قتلى جنودها إلى 700 ألف،
وبريطانيا تخطتها بمئات ألف. وأخيراً الولايات المتحدة التي شاركت متأخرة قد خسرت 100,000 جندي. أما عن الخسائر من المدنيين فقد بقيت أرقام تقديرية، وتقول الإحصائيات أن إجمالي الخسائر البشرية بين مدنيين وعسكريين وصل إلى 40 مليون، وضعف هذا الرقم من المصابين. أدت الحرب إلى تغيير الخارطة السياسية والجغرافية للعالم أجمع، حيث تفككت الدولة العثمانية وانهارت معها الإمبراطورية النمساوية المجرية، وتحولت ألمانيا إلى جمهورية. وفي روسيا انتهى حكم القيصر بعد سنوات طويلة، كما ظهرت عدد من الدول الجديدة مثل المجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا، كما لم تتخلص الكثير من الدول من الاستعمار، حيث خضعت الكثير من الدول الآسيوية والإفريقية للاستعمار البريطاني والفرنسي. واقتسمت عدد من الأراضي الألمانية لعدة دول، وحتى عصبة الأمم التي شكلت لمنع حدوث حرب ثانية فشلت في تحقيق ذلك. كما غيرت تلك الحرب مفهوم الحروب التقليدية، واستخدمت خلالها الأسلحة الكيميائية لأول مرة في التاريخ، إضافة للطائرات لقصف المدنيين أيضا. وفي العالم العربي كانت تلك الحرب مأساة حقيقية، حيث قسمت الدولة العثمانية، ولم توفي بريطانيا بوعودها للعرب بإقامة دولة عربية مستقلة تحت قيادة الشريف حسين، الذي ساندها في الحرب من خلال الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين. واتجهت بريطانيا وفرنسا لتطبيق اتفاقية ساكس بيكو التي قسمت الدول العربية، ومن ثم تم تقديم وعد بيلفور الذي ضمن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. انتهت الحرب العالمية الأولى قبل أكثر من 100 عام، لكن نتائجها وتأثيراتها حاضرة حتى اليوم، وكانت الحرب العظمى التي غيرت مسار التاريخ للأبد.